عمر، تعليقك على الفيديو. اهم ما قيل يعني المفاجأة ان لاعب ب 500,000 دولار يتباع باضعاف اضعاف هذا المبلغ، لاعب لم يكن الاهلي في احتياج اليه نهائيا، لانه دائما النادي الاهلي بيبحث عن رأس حربة، ثم نفاجأ انه بعد هجوم السوشيال ميديا على مجلس إدارة الاهلي لعدم جلبه لاعب رأس حربة مهم بناء على طلب كولر، يأتي بالقندوسي كأنه القندوسي لا وجود للاعب في العالم الا القندوسي اللي كان بيتفاوض مع الزمالك. يعني سيبنا راس حربة كمان رقم 8، ما فيش حد في العالم غير القندوسي اللي بيبحث عنه نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا تابعت الفيديو كله، مستشار مرتضى بيتكلم عليه. موضوع القندوسي دوت لازم، يعني هو مفيش جديد بالنسبه لي، لان الزمالك عنده سياسه واضحه. الزمالك ما عندوش عشوائيه في التعاقدات دايما، والزمالك ما بيخشش مزايدات، والزمالك دايما مستوعب موضوع الازمه الاقتصاديه في البلد دايما. والموضوع مش القندوسي بس، ما انت لسه من اسبوع 10 ايام مروان عطيه 25 مليون، انت بتتكلم في رقم اقل ب 12 مليون، وراح ضعف الرقم راح. وطبيعي الحاج محمد مصلح، اقول لك حاجه، حضرتك كنا موجودين فيه هنا، الحاج محمد مصلح تواصل معايا وقال لي انا بحب الزمالك، لكن الرقم ده مجالي ضعفه. يعني ده الحوار مش دي تفاصيلها، لكن احنا تفاصيلها احنا نتكلم فيها ان انت في سياسه واضحه لنادي الزمالك، وهي اللي انت ما عندكش عشوائيه في التعاقدات مهما كان اللعيب. خاصه لازم نقف على نقطه مهمه، لان انا ما بفهمش اوقات بعض الجماهير، لازم نتفق في جماهير الزمالك القطاع العريض جدا الملايين، وفي بعض المندسين من كتائب ماجوره من وجهه نظري او متامره او مندسه بينها، دي دايما طول الوقت عامله لك عامله حاله غريبه مش فاهمها انا طول الوقت. يعني تقعد تتكلم تقعد تقول لك ايه، لعيب ضاع منك، لعيب جه، انت اصلا لازم تفهم حاجه، انت في هدف ان انت عايز تعمل فجوه بين الاداره والجماهير. معلش جماهير الزمالك لازم تستوعب حاجه، ان انت فريق بطل الدوري والكاس موسمين، المفروض انت ما تدعمش، تدعم حاجات بسيطه. انت عندك في كل مركز لعيب واثنين، لا خلاف على كده. انت عندك زي حتى اقول لك ناصر المنسي، انت جاي بيدعم، ممكن يعوض لك جزء اوباما لما يكون موجود، حلو كده. غير كده ان انت جزء مهم جدا زي ما قال لك كده كابتن احمد، اللي انت لعيب هو حابب النادي، ودي بتفرق كتير جدا. ولعيب عارف قيمه النادي، راح لعب في بيراميدز خد فلوس، لعب في البنك الاهلي خد فلوس، لكن بيدور المكان الكيان اللي هو بيحبه زي دونجا. هو حابب النادي، هو زملكاوي كمان. هو حابب، بص كابتن خالد، زي ما استاذ عمر قال، اللعيب اللي يحب النادي هو ده اللي هيديك. ما انا ممكن اجي نادي الزمالك وانا مش حابب النادي، فانا مش هديله. صحيح. كان دونجا قعد حارب سنتين عشان يجي نادي الزمالك لو تفتكر. صحيح. فدي ميزه.